كانت آلتي وشارلوت تشربان الشاي بعد الغداء عندما وصلت صوفيا متعبة ومنهكة وذات وجه أحمر بسبب المشي السريع في ذلك اليوم الحار. وأحضرتها بتينا إلى حيث تجلسان ونظرت إليها آلتي بقلق وسألتها مقطبة: ما الأمر؟ وتطلعت صوفيا بضيق باتجاه شارلوت الجالسة بارتياح على الأريكة. وأدركت شارلوت ماذا كانت على وشك أن تقول، وقالت صوفيا بجفاء: السيد ألكساندروس أرسلني لأبحث عن زوجته، قلقنا عليها وطلب منا السيد ألكساندروس البحث عنها في جميع أنحاء الفيلا. واستدارت آلتي باتجاه شارلوت متسائلة: ظننت أن ألكساندروس يعرف أين أنت. أخبرته. ووضعت شارلوت فنجان الشاي وهمت بالنهوض، فاستوقفتها آلتي بقولها: انتظري، ماذا تفعلين؟ وتنهدت شارلوت: ظننت أنك تتوقعين ذهابي مع صوفيا. وهزت آلتي رأسها بالنفي وقالت: لا تكوني حمقاء، لا يمكنك أن تذهبي بعد الغداء مباشرة، وبالإضافة إلى ذلك. واستدارت إلى صوفيا: لماذا لم يأتي السيد ألكساندروس بنفسه؟ إنه يعمل يا سيدتي، السيد جورج هنا وهما يعملان منذ الصباح. وأجابت آلتي بحدة: إذن لا يمكنه أن يتوقع من زوجته أن تنتظره حتى تجد وقتا لتتكلم معه. أخبري سيدك أن زوجته بخير وسأقوم بتأمينها إلى البيت. نعم سيدتي. ورمقت صوفيا شارلوت بإحدى نظراتها العدائية، وأمرت آلتي خادمتها بتينا أن تعطي صوفيا كأسا من العصير قبل أن تغادر. وبعد مغادرتها أخذت شارلوت تغير جلستها بعدم ارتياح وتمتمت لنفسها: لماذا تكرهني هذه الفتاة بهذا الشكل؟ وسمعتها آلتي وأجابت: كانت والدة صوفيا تعمل في الفيلا عندما كانت صوفيا طفلة، وكان ألكساندروس شابا وكان يلعب معها عندما تحضر مع والدتها. أحبها كما أحب كل الأطفال، ولكن صوفيا لا تنظر إلى الأمر بهذه الطريقة. لقد عبدته وما زالت وهي تغار منك. هذا كل شيء، ولم لا؟ فأنت أصغر منها. ربما عندما تدرك أنك ستصبحين أما لطفل أليكس سوف تتقبلك. وشككت شارلوت بذلك، بالإضافة إلى أنه بعد الولادة سترحل. من سيحضر أليكس يا ترى ليرعى الطفل؟ وفكرت أنها ربما تكون صوفيا، وأزعجتها الفكرة ولم تستطع تقبلها. وتوقفت المحادثة لبضع دقائق، فلاحظت شارلوت أن رأس آلتي يتمايل لأنها استغرقت بالنوم، وشعرت هي بالتعب، ولكن لا يمكنها الراحة وعليها أن تغادر بعد قليل لتذهب وتواجه مضايقات أليكس لأنها تجرأت على عدم إطاعته. كانت بتينا تحضر لهما الشاي بعد الظهر حوالي الساعة 4:30، وطلبت منها آلتي أن تخبرياني بأن يحضر نفسه لينقل شارلوت إلى الفيلا، وإذا بصوت محركات الهليكوبتر يبدد الهدوء. وشعرت شارلوت بجفاف في حلقها لأنها ظنت بأن أليكس يغادر الجزيرة بدون حتى كلمة وداع. ألم يستطع انتظارها حتى تعود على الأقل؟ وشعرت في أعماقها أنها لا تريده أن يرحل، ونظرت إلى آلتي التي كانت تحدق فيها بقلق. ولكن ازدادت الضجة ونهضت شارلوت وتوجهت إلى النافذة، وشاهدت الهليكوبتر تحط على المنحدرات على بعد خطوات من المنزل. وشاهدت أليكس يقود الطائرة، واستدارت إلى آلتي وقالت مؤكدة: إنه أليكس. وهدأت آلتي وأمرت بتينا قائلة: أحضري فنجانا ثالثا، يبدو أنه عندنا زائر آخر. وأسرع أليكس بدخول المنزل وعيناه مسمرتان على شارلوت الواقفة بجانب النافذة، ومن ثم اتجه إلى جدته وأخذ يدها وقبل وجنتيها. ولاحظت شارلوت أنه بدل ثيابه وارتدى بدلة حريرية مع قميص مناسب، وهذا ما لا يرتديه عادة في الجزيرة. وباشرته آلتي بالكلام: ألكساندروس، كيف حالك؟ مضى وقت طويل على غيابك. واعتدل أليكس في وقفته وهو يرمق شارلوت ببرود، وأفلت أصابعه من جدته
واعتذر بدون حماس قائلا: أنا آسف، ولكن الموقف كان معقدا أكثر مما توقعت. وأجابت آلتي غير مدركة أن أليكس ما زال يحدق بشارلوت، يجردها من أسلحة الدفاع تجاه غضبه. وها أنت عدت الآن وهذا المهم. واستدار أليكس إلى جدته وقال: لن أبقى هنا طويلا. ونظرت إليه آلتي محدقة بقلق وقالت: لن تبقى. واستدارت على شارلوت وقالت: ما هذا؟ وهزت شارلوت كتفيها قائلة: لا أعلم. وأجابها أليكس بقصد إذلالها قائلا: بالطبع تعرفين، لماذا لم تخبري جدتي بالحقيقة؟ لماذا لم تقولي لها أنك لا تريدينني هنا، وأن زواجنا كان خطأ، وأنك تفضلين أن تكوني حرة؟ وابتلعت شارلوت ريقها وقالت: أنا، هذا ليس صحيحا. وأحمر وجهها ونظرت إلى آلتي وتابعت: لا أعلم لماذا يقول مثل هذه الأشياء لمجرد أنني غادرت الفيلا بدون إذنه. ونظر أليكس في عينيها وقال بقسوة: وما تبقى؟ ونهضت آلتي على قدميها لتواجههما وقالت: ألكساندرو، ألكساندرو، أرجوك، أنتما تتصرفان كالأطفال. من الطبيعي بعد هذا الغياب الطويل أن تجدا صعوبة في الاعتياد على بعضكما. شارلوت اعتادت أن تفعل كل شيء كما يحلو لها، ولا يمكنك أن تتوقع الآن بمجيئك أن تطلب منها أشياء بدون تعليل. وتمتم أليكس بقسوة: شارلوت حامل، ويجب ألا تقطع هذه المسافة سيرا على الأقدام. أنا أعرف، وهي تعرف أيضا ذلك، لأنها وصلت منهكة، ولكن هذا ليس سببا كافيا لتفقد عقلك. وأجاب: أنت لا تفهمينني يا جدتي. ألا تظن ذلك؟ ربما لا أفهمك، ولكن في حالة شارلوت يجب ألا تغضب لمجرد أنها أظهرت بعض الاستقلالية. وتمتم أليكس بضيق: استقلالية؟ أنا طلبت منها ألا تبتعد عن الفيلا. وانفجرت شارلوت: أنا لست طفلة. وقالت آلتي بهدوء: أقترح أن نجلس جميعنا لنشرب الشاي، وبعدها إذا أردت أن تأخذ زوجتك إلى البيت فلن يكون هناك أي مشكل، إلا إذا توجب عكس ذلك. وأجاب أليكس: لم يكن هناك من وسيلة أخرى. ومن ثم شربوا الشاي، ولكن شارلوت لم تسر بالشاي، ولا تظن أن أليكس سيسر به أيضا، ولكنه كان مهذبا مع جدته وهو يجيب عن أسئلتها عن نيويورك والعمل والطقس هناك. إنه بارد ورطب، وإنه من الممتع أن يعود إلى الشمس مرة ثانية. ومن ثم أثارت آلتي موضوع عيد الميلاد، وتذكرت شارلوت أنه لم يتبقى إلا أسابيع قليلة، وقالت آلتي: فرانكو بالطبع سيحضر إلى هنا. ومن ثم استدارت إلى شارلوت وتابعت: فرانكو أخي، وهو أرمل، يعيش في قرية قريبة من أثينا، ولكنه يحضر هنا دائما من أجل عيد الميلاد، أليس كذلك يا ألكساندروس؟ وكان أليكس يحاول أخذ إذن آلتي بتدخين سيجار، لم تكن من عادته التدخين، ولكنه عندما يدخن فيفضل السيجار. وتابعت آلتي قائلة: فكرا أن عيد الميلاد في العام القادم سيعني شيئا، سيكون هناك طفل في عائلتنا مرة ثانية. ونهضت شارلوت وأشاحت بوجهها، لأنها لم تستطع أن تتخيل أين ستكون بعد 12 شهرا. كانت رحلة العودة إلى الفيلا قصيرة وتمت بصمت، وكان جورج بانتظارهما عندما حطت الطائرة، وفتح الباب لشارلوت وساعدها على الخروج من الهليكوبتر وهو يعلق على أنها تبدو بحالة جيدة. وأجبرت شارلوت نفسها على الابتسامة وقالت: أنا سعيدة برؤيتك مرة ثانية سيد كونستانديس. وأصر على أن تناديه بجورج وهو يرافقها إلى الفيلا. وتوجهت شارلوت إلى غرفة نومها، ولم تستغرب عندما لحق بها أليكس وأغلق الباب واستند إليه يحدق بها وقد لف ذراعيه وقال: حسنا. ولم تجبه، ولكنها أخذت فرشاة الشعر وبدأت تمشط شعرها، وتابعه وقائلا: إذا أنت لست شجاعة. وتنفست شارلوت بعمق وقالت:
لا أعلم ماذا تعني. لماذا لم تخبري جدتي؟ لماذا تزوجتك؟ لماذا لم تشتكي أنني أجبرتك على ذلك؟ وكيف حتمت عليك أن تنفذي العقد الذي وقعه والدك؟ وجلست شارلوت على طرف السرير وقالت: لماذا يتوجب علي ذلك؟ لماذا يجب أن أذل نفسي بهذه الطريقة؟ كنت أهنتني أكثر. هزت كتفيها وقالت: أحقا، أنا لا أود أن أجرح جدتك بهذه الطريقة، فأنا أحبها كثيرا، لكنك تودين الإجهاض أكثر. فتوسعت عيناها وأجابت: لا لا، لن أسمح لأحد. وتضيقت عينا أليكس وهو يقول: أنت قلت أنك لا تريدين المولود. وأحنت شارلوت رأسها وهي تقول: لا أريده، ولكن لن أفعل ما يؤذيه. إذن لماذا مشيت مسافة ميلين عبر المنحدرات؟ وتنهدت شارلوت وقالت: لقد مشيت نفس المسافة عدة مرات قبل ذلك. وذكرها بقسوة، ولكنها قالت أنك وصلت منهكة. وصلت منهكة، معك حق، ربما كنت حمقاء، ولكن أنت دفعتني لفعل ذلك. وتقدم منها وجلس على طرف السرير بجانبها وقال: أنا دفعتك، كيف تلومينني؟ وابتلعت شارلوت ريقها، كانت تخشى أن يلمسها لأنها ستضعف أمامه، وهذا آخر ما تود فعله، ولذا ابتعدت عنه قليلا وقالت: لا يمكنك أن تتوقع مني أن أتصرف كواحدة من موظفيك. وتضيقت شفتاه وهو يجيبها: هل أنا أتوقع ذلك؟ نعم، أنت تتصور أنه بإمكانك أن تقول لي ماذا أفعل ومتى. أنا آسف، كنت فقط أفكر بمصلحتك. تقصد بمصلحة المولود؟ حسنا، إذا كنت تريدين النظر إلى الموضوع بهذه الطريقة. وهزت شارلوت كتفيها وقالت: أنا لست بحاجة لاهتمامك. إذا أنت بحاجة لماذا؟ لا شيء، لا شيء. وأمسك بكتفيها وهزها وأدارها باتجاهه وقال: هل أنت متأكدة؟ لم يكن هذا انطباعي في الصباح. وفتحت فمها من الدهشة وقالت: هذه وساخة منك أن تقول ذلك، ولكن ألا تظنين، أعني إنني أنا لم أعرف وضعك في حين أنك عرفتي. واستجمعت قوتها لتبعد نفسها عنه وقالت: حسنا، لا يمكنني أن أنكر أنني استمتعت بذلك، ولكن أي رجل خبير بإمكانه أن يؤثر على فتاة مثلي. فنهض أليكس بعنف وقال: هكذا إذن، لقد فهمت الموضوع. ووضعت شارلوت يديها على أذنيها وقالت: آين، أرجوك لا تتابع، يمكنك أن تكون قاسيا، أليس كذلك؟ يا إلهي، أتمنى لو أنني لم أتزوجك أبدا. وأجابها بحدة: ألا تظنين أنني أشعر بنفس الشعور أحيانا؟ بعد ذلك قلما شاهدت شارلوت زوجها بينما كان جورج في الفيلا، اللهم إلا في أوقات الوجبات، كانا يقضيان أكثر وقتهما في المكتبة، وبعض الوقت في الزوارق، ومرة ذهبا برحلة في الهليكوبتر، وظنت أنهما غادرا نهائيا، ولكنهما عادا في المساء، وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعي. ولكن أليكس لم يحضر ولا مرة واحدة إلى غرفة نومها، بالرغم من أنها تمنت أحيانا لو أنه فعل. وعللت ذلك لنفسها بأنه من الطبيعي أن تشعر بحاجتها إليه أحيانا، فالطفل الذي تحمله في بطنها هو ابنه، فلماذا لا يتحمل بعضا من القلق الذي تتحمله لوحدها؟ بدا لها عيد الميلاد وكل ما كان يعنيه لها في إنجلترا بعيدا آلاف الأميال، وبالرغم من أنها رغبت بإرسال بعض البطاقات، تمنت لو تسنح لها الفرصة ببعض التسوق على الأقل لتشعر بعيد الميلاد. وذكرت الموضوع لآلتي في إحدى زياراتها للفيلا، ونصحتها الأخيرة بأن تتحدث مع أليكس، وقالت لها: صحيح أن أثينا ليست لندن، ولكن هناك بعض المخازن الممتازة، وأنا على يقين أنه بإمكانك شراء كل ما تحتاجينه. وشعرت شارلوت بأنها فكرة جيدة، ولكن ذكر الموضوع لأليكس كان أمرا صعبا. ومع ذلك قررت أن تستجمع شجاعتها وتحدثه بالموضوع على الأقل لتقنع نفسها بأنها تجرأت على فعل شيء ما.
وفي ذلك اليوم فتحت الموضوع معه أثناء طعام العشاء وفكر بكلماتها ومن ثم أجابها: هل تريدين الذهاب إلى أثينا؟ وهل يتوجب عليك ذلك؟ وكانت مدركة لنظرات جورج المركزة عليها وأجابت باختصار: أنا لست مقعدة، وفي الواقع أنا بحال جيد جدا، ولم أعد أشعر برغبة بالتقيؤ في الصباح. وأجابها وهو يتناول الخبز: حسنا، ومتى تودين الذهاب؟ في أسرع فرصة ممكنة. وقطب أليكس وسألها: هل يرضيك أن تذهبي غدا؟ وتوسعت عينا شارلوت وقالت: غدا، هذا رائع. حسنا. ووجه الحديث إلى جورج وهو يرفع ملعقة الشوربة: سنأخذ إجازة غدا، ليس عندك مانع أن تذهب مع زوجتي إلى أثينا، أليس كذلك؟ وتساءلت شارلوت: جورج، أعني، ألا تود أن تصطحبني؟ وأجابها أليكس: لا أعتقد أن هذا ضروريا، علي بعض الأعمال أنهيها هنا ريثما يعود جورج. كانت خيبة شارلوت عظيمة، وضغطت على شفتيها وبدأت تحدق بصحنها، وكانت على وشك الانفجار بالبكاء وقالت: ولكن. وقال جورج: من المؤكد أنه يمكنك أن تأخذ إجازة لمدة يوم وتذهب مع زوجتك إلى أثينا، فحتما تفضل صحبتك عن صحبتي. وأجابه بسخرية: هل تظن ذلك؟ وتساءلت شارلوت عن مدى عمق علاقته بمساعده ومدى معرفة جورج عن طبيعة زواجهما، ورفعت رأسها بكبرياء وقالت: أرجوك، لا فرق عندي سيد جورج، أنا فقط شعرت بالأسف من أجلك لأنه أعطيت لك هذه المهمة البغيضة. وأجابها جورج: إنها ليست مهمة بغيضة، متى تودين الذهاب؟ وهزت كتفيها وقالت: هل يناسبك الساعة 10؟ عظيم، سأنتظر ذلك بفارغ الصبر. ولكن شارلوت لم تكن متحمسة كثيرا للرحلة، لأنها كانت تخشى الطيران في حالتها، وإذا كان لابد من أن تتقيأ فهي تفضل لو كان أليكس معها. ولكن عللت لنفسها بقولها: ربما أن جورج سيتعاطف معها أكثر من زوجها، وبالطبع سيكون صبورا أكثر. ومع ذلك لم تتمكن من النوم تلك الليلة، فقد مضى عليها زمن طويل لم تتصل بإنسان، وكانت مرتبكة لمغادرة الجزيرة. استيقظت بعد الساعة 7، واستحمت وارتدت ثيابها قبل أن تدخل تينا وتأتي لها بصينية الشاي والبسكويت، وقررت أن ترتدي ثوبا من اللون البيج والبرتقالي بحيث لا يتضارب لونه مع لون بشرتها وشعرها الأحمر. كان ثوبها فضفاضا أخفى وضعها، ولم تكن لتشعر مسبقا كم يتحسن شعور المرأة لارتدائها حذاء عاليا أنيقا. وبدأت تنظر إلى نفسها في المرآة واقتنعت بأنها تبدو جميلة بالرغم من الحمل. ولما نزلت شارلوت وجدت أليكس يجلس إلى المائدة وقد ارتدى بنطالا وقميصا من الجينز ووضع جاكيتا مناسبا على ظهر الكرسي. كان يحرك قهوته ووقف لدى دخولها وتضيقت عيناه وقال بسخرية: حسنا، هذا كله من أجل جورج. وتجاهلت شارلوت سخريته وجلست ورنت الجرس لتينا وطلبت منها الخبز والشاي، وبعدها بدأت تشعر بأنها على استعداد لمواجهته أكثر، في حين أنه جلس بالرغم من أنه انتهى من فطوره وهو يراقب حركاتها. وشعرت شارلوت بالضيق لتحديقه بها وسألته: أين السيد كونستاندس؟ وأجابها أليكس بجفاء: صدقي أو لا تصدقي، ولكن جورج متوعك. متوعك؟ إنه مريض، ولأشرح لك أكثر بوضوح أنه غير قادر على تشغيل هليكوبتر. لم تشعر شارلوت بخيبة الأمل الكبيرة، ولكنها قالت: أنا آسفة، هل حالته سيئة؟ إذا كنت تريدين رأيي، لا أظن أنه يعاني من أي شيء. وأجابته شارلوت: لا يعاني من شيء، لا أفهم. ظننت أن الأمر واضح لك، جورج يعتقد أنه إذا كان مريضا فسأكون مضطرا لاصطحابك.
ودفعت شارلوت كرسيها إلى الوراء وقالت: بإمكانك تخيب أمله. واستدارت لتغادر الغرفة، ولكن أليكس نهض وأمسك بذراعها وقال لها: لا تغادري يا شارلوت، إنك تبدين جميلة اليوم، وبإمكاني أن أفكر بآلاف الأشياء لأعملها لك غير قيادة الهليكوبتر، هل تفهمينني؟ وتسارع تنفسها وقالت: أتركني. وسمعت الارتجاف في صوتها: إذا وعدتني بأن تجلسي وتتناولي فطورك سأصطحبك إلى أثينا إن أعجبك ذلك أم لا. واحتجت عليه وهي تنظر إليه: أنا أردتك أن تذهب معي ولكنك رفضت. نعم، ولكنني الآن غيرت رأيي. فأومأت بصمت وترك يدها وأمسك لها بكرسيها بينما وصلت تينا بالشاي والخبز، ومن ثم اعتذر. فقدت شارلوت شهيتها حيث أدركت أنه ما عليه إلا أن يلمس يدها حتى تتحول إلى كتلة أعصاب مرتعشة. ولكنها يجب أن تأكل قبل أن تذهب بالطائرة، فأبعدت عنها الأفكار المشوشة وأجبرت نفسها على الأكل. وعاد أليكس وقد دس يديه في جيبيه وقال: إنها تمطر، ألا زلت تودين الذهاب؟ وأومأت برأسها قائلة: هل يمكننا؟ إذا كنت مستعدة بالطبع أحضري معطف مطر. وقالت له بارتباك: أنا سأذهب إلى دورة المياه أولا. ولكنه كان طبيعيا وأجابها: سأراك خلال دقائق هنا. وأومأت بارتياح. توقعت شارلوت أن يصطحبها فيتوريو وديمتريوس، ولكنها عندما صعدت إلى الهليكوبتر وجدت أليكس بمفرده، وكان يرتدي جاكيتا جلديا أسود فوق الجينز، وقد تجمعت بعض نقاط الماء على شعره، وساعد شارلوت لتصعد الطائرة بدون أي كلمة. ونظرت إليه شارلوت بتردد وهو يريها كيف تستعمل سماعات الرأس وقالت: ألن يأتي ديمتريوس معنا؟ وأجابها أليكس: لا، هل توقعت أن يأتي؟ وتنهدت شارلوت وقالت: أليكس، أنت تعرف ماذا أعني، ألا يجب أن يوجد معنا أحد؟ أقصد يجب أن لا تخاطر من أجلي. وابتسم أليكس ووضع سماعات الرأس وقال لها: لا تتظاهري بكونك الزوجة القلقة الحريصة على زوجها في هذا الوقت المتأخر. وتابع بجفاء: هل أنت مرتاحة؟ نعم، إذن فلننطلق. لم تكن الرحلة مريحة، فقد كان المطر شديدا وكان الهواء يتلاعب بالهليكوبتر، وغطت الجزيرة تحتهم غمامة من البخار، وقليل من الزوارق خاطرت بالخروج إلى عرض البحر الغاضب. لم يبدو القلق على أليكس، وكان يحادثها عن طريق سماعات الرأس ويشير إلى الجزر الكبرى ويشرح لها بعضا من تاريخهم. وعادت علاقتهما إلى حيث كانت قبل مغادرته إلى نيويورك، إلا أنهما لم يعودا قادرين على مشاركة بعضهما تلك الصداقة البريئة، فعلاقتهما الآن أصبحت أعمق وأمتنى نوعا ما، وحاولت شارلوت أن تتناسى حقيقتها. وحط بالهليكوبتر في أحد نوادي الطيران بعيدا بعض الشيء عن المدينة، وتناولا قهوة في حين أن أليكس اتصل يطلب السيارة. ووصل السائق الذي نقلهم من المطار عندما وصل من لندن، جاء بالسيارة السوداء الليموزين بعد الهاتف بقليل ونقلهم إلى المدينة. وبرغم المطر أعجبت شارلوت بالهياكل الكلاسيكية على التلال، ووعدها أليكس أنه سيصطحبها لرؤية تلك الهياكل في المرة القادمة التي يحضران فيها إلى أثينا. أعجبتها كلمته في المرة القادمة، ولكنها فكرت أنه لو مضى 3 أشهر أخرى قبل أن تحضر فلن تكون بحالة تسمح لها بالتجول في المناطق السياحية. كان التسوق متعبا برغم السيارة، لم تكن شارلوت معتادة على ازدحام الشوارع بالناس وأصوات أبواق السيارات، وشعرت بالتعب. كان أليكس الوجه الوحيد المألوف الذي رأته، وبعد أن أضاعته مرة أمسك بذراعها وتمسكت به بعد ذلك. شعرت شارلوت بالبهجة لرؤية المخازن المزينة والأضواء الملونة والأيقونات المدهونة، بدا عيد الميلاد متشابها في جميع أنحاء العالم. وانتابتها موجة من الحنين إلى الوطن، فقد قضت عيد الميلاد الماضي مع والدها في التزلج على الجليد في النمسا،
وعندها تذكرت أنه قضى أكثر الليالي في الكازينو وتناولا طعام الغداء في أحد المطاعم المطلة على ساحة كبيرة سميت ساحة سينداغما كما أخبرها أليكس. تألفت وجبتهما من القريدس المشوي والمصنعة الغنية بالدسم بالنسبة لشارلوت، وانتهت الوجبة بالجبنة والتين، وكذلك كانت الجبنة قوية على شارلوت، ولكن أليكس كان معتادا على ذلك وبدا عليه أنه استمتع بالطعام، وارتاحت إلى حد كبير للمحادثة الودية بينهما. كان بعض الموسيقيين اليونانيين يعزفون الموسيقى أثناء الوجبة وكان الجو مشرقا. وبعد الظهر اشترت شارلوت بعض البطاقات وبعض الهدايا للخدم وتركها أليكس للحظات ليتصل بالهاتف، وأثناء غيابه اشترت شالا لجدته آلتي وأسطوانة موسيقية طويلة لأحد الفنانين المفضلين عند أليكس لتهديه إياها. لم يكن معها ما يكفي من النقود، وبالرغم من أن أليكس أخبرها أنه عنده حساب مفتوح عند الكثير من المخازن، ولكنها لم تقتنع باستعمال اسمه. كانا يتمشيان بين الناس، ما من أحد ميزهما، ولذلك لم تود أن تجلب الأنظار إليه، بالإضافة إلى أنها لم تود شراء هديته بنقوده، ووضعت مشترياتها في كيس بلاستيكي بعيدا عن أنظار أليكس. ولما اقترح عليها العودة كانت سعيدة بقبول اقتراحه. كان يوما طويلا متعبا لها، وتمنت العودة إلى بيتها وتذكرت من جديد كلمة بيت. يا لها من حمقاء، كيف يمكنها اعتبار ليدروس بيتا لها في حين أنها ستغادرها خلال أشهر قليلة؟ وبدت هادئة خلال رحلة العودة تجيب على أسئلة أليكس باقتضاب، وفي الواقع لم يكن ما خطر ببالها هو السبب الوحيد، وإنما طعم الباذنجان كان قويا في حلقها وكذلك طعم الجبنة، وبدأت تفكر بما قد تفعل فيما لو شعرت برغبة بالتقيؤ. وبدأ يشعر أليكس بانزعاجها حول نهاية الرحلة، فقد كان قبل ذلك مشغولا بقيادة الهليكوبتر ولم ينتبه لعدائيتها. ولما نظر إليها وشاهد شحوب وجهها هز رأسه بذيق وقال: لماذا لم تخبريني؟ إنك تشعرين برغبة بالتقيؤ، أليس كذلك؟ يا إلهي، هل تظنين أنني لا أشعر؟ حتى أنك لا تتجرئين على إخباري؟ وتنهدت شارلوت: وماذا كان يمكنك أن تفعل؟ كنت حطت في إحدى الجزر الأخرى، فهذه حالة طوارئ معروفة. ونظرت شارلوت إليه بعين معتذرة وقالت: في الحقيقة أنا أشعر بتحسن الآن، أظن أنه الباذنجان والجبنة. وأصر عليها قائلا: هل أنت متأكدة أنك تشعرين بالتحسن؟ وأومأت شارلوت وهي تقول: سنحط قريبا، أليس كذلك؟ نعم نعم. ومن ثم ركز أليكس تفكيره على القيادة وقال لها: في المستقبل تذكري أنه عندي مصلحة مبطنة للاهتمام بحالتك الصحية. وفكرت شارلوت بأنها تكرهه. في تلك اللحظة لم يهمها أنها ربما جرحته بعدم مشاركته بأمورها، أو أنه فعلا قلق عليها، فبالنسبة إليها هذه الجملة الجافة جاءت تلخيصا لكل أسبابه في أي شيء فعله من أجلها.